طبعا من الاساليب المناسبه للخصخصه وخصخصه الانديه الرياضيه طبعا هي اسلوبين لا يختلف كثير حول هذا الاسلوبين، هو اما ان تكون خصخصه كليه ام ان تكون خصخصه جزئيه. الخصخصه الكليه تتم دائما عبر عده طرق، ولعلي اوجزها في 7 طرق، وهي ان تكون سواء بالمزاد العلني المفتوح، وان تخصص الانديه، وان تضع الانديه الاصول الخاصه بتلك الانديه والالات والادوات والامور في احد القاعات او في احد في النادي نفسه، وتكون هنالك جهه اختصاصيه تحضر لكي تعرف الاصول ولكي تعرف انه قيمه النادي السوقيه هي بالتالي سواء بالارض او بعمليه الالات او بعمليه الاشياء التي توجد بذلك النادي، او البيع بالتفاوض، اني انا اجلس مع المستثمرين اللي بيشترون نادي معين، كم ودك تدفع؟ طيب انا حاط عندي سعر معين، اذا يحقق السعر ممكن انا انزل هو يطلع، بحيث انه انا ابيع النادي بعمليه التفاوض البيعي او التسويقي. المناقصه قد يتم عمليه البيع انه يوضح للكل كراسه الشروط او كراسه البيع، ويتم بشكل صحيح، وان اي مستثمر يرغب في شراء النادي ان يكون هنالك مناقصه توضح القوائم الماليه والاصول والمستندات الخاصه بالنادي، فبالتالي يحضر المستثمر الى يوم معين او يقدم عطاءاته قبل يوم معين للحصول على العطاء المناسب للحصول على الاستثمار بالنادي او الحصول على النادي. شراء الاداره والمستخدمين، المقصود بها انه الاداره التي بالنادي والمستخدمين قد يشترون ذلك النادي بحكم ماليه بعض الرؤساء او كذا، فيعرف ان هذا المبلغ يكلف النادي، مثلا يكلف النادي 100 مليون، انا مستعد ادفع مثلا 100 مليون وانا اشتري هذا النادي، فهو يدفع المبلغ بشكل عام. او بعض المستخدمين في النادي يملكون مبالغ ماليه كالنجوم واللاعبين والمدربين، فيعلم بداخل ان هذا المبلغ اذا شريت فيه النادي سوف احققه، وبالتالي من هنا قد تكون عمليه شراء الاداره والمستخدمين احد الاساليب في الخصخصه الكليه. ايضا توزيع الاسهم، المقصود فيها توزيع الاسهم ان تكون هنالك مساهمه معلنه بسوق المال بعد ان تدخل كقطاع رياضي في اسواق المال او البورصه الماليه، فبالتالي يكون هنالك اسهم واكتتاب عام من خلال البنوك التجاريه، ووضع سعر اسمي او سعر السهم الاسمي، او فبالتالي لكل ان يشارك بهذا المبلغ والمساهمه، بحيث انه يساهم بالشركه والحصول وتوزيع الاسهم بعد معرفه عدد المستثمرين وعدد الطلبات المقدمه على شراء الاسهم، وبالتالي سوف يتم توزيع الاسهم على حسب الاكتتاب الذي تم من خلال الجمهور او المستفيد من ذلك الاستثمار. ترويج الاسهم في حاله وجود يعني كساد، او انه نعرف انه هنالك اعضاء شرف او اشخاص مهتمين في هذا النادي، تبدا الحكومه ببيع الاسهم بشكل يعني سلات او حصص معينه، بحيث تغطي كل نادي معين، بحيث تغطيه جانب الخصخصه الكليه في حاله رغبه الدوله الاستغناء التام عن عمليه الدعم القطاع الرياضي. كذلك هنالك وجود مستندات الصرف والكوبونات، والمقصود فيها ان الدوله تضع سندات او كوبونات معينه، فوتشر معين لكل نادي، ومن يريد ان يشتري هذا السهم او المستند او الكوبون يتقدم للدوله ويشتري ويكون احد المساهمين في النادي بعد خصخصته. طبعا الخصخصه الجزئيه تتم عبر 5 مراحل او 5 طرق
لا يعني أقل من عملية الشكل الكلي للخصخصة أو الطريقة الكلية، وهي تكون مشروع الاستثمار المشترك. مشروع الاستثمار المشترك يقصد به مساهمة الدولة مع قطاع الخاص، يعني كما ذكرت لكم قبل قليل 70 أو 30 أو 50 50 60 40، متى ما رأت الدولة مساهمة المستثمر بشكل إيجابي تفيد القطاع الرياضي سوف تقلل من النسبة. حاولت أو رأت أنه عملية الخصخصة سوف تؤثر في عملية عدم سيطرتها على الشباب وعدم سيطرتها على الرياضة ويعني تسليط الأضواء على المستثمرين، فبالتالي سوف تقلل من أجل فرض السيطرة والفرض النفوذ على ذلك القطاع من أجل المساهمة فيه في حالة الخلل أو دعمه في حالة الخسارة أو شراء الأسهم في حالة الخسارة، وبالتالي هذا هو المقصود به مشروع الاستثمار المشترك. أما عقد الإدارة المشترك فهي أن تضع الدولة عقود إدارة مشتركة بين المستثمرين والدولة بحيث أن يكون هنالك نسبة للدولة ونسبة مختلفة لكل مستثمر. لو افترضنا هنالك 8 مستثمرين سوف نجد 7 بكل شخص مثلا 10%، ونجد أن الدولة تحصل على أعلى نسبة معينة، فبالتالي هنالك عقد إدارة مشترك لعملية الخصخصة. أو قد يكون هنالك طريقة أخرى وهي تأجير النادي على مستثمرين أو شركة استثمارية تقوم بإدارة النشاط الرياضي وعملية الاستثمار في الرياضة، وبالتالي هنالك عمل سوف يتم بعملية التأجير وعقود التأجير، وكم هي العقود المخصصة للنادي، هل هي 20 سنة، هل هي 25 سنة، وما هي الحقوق التي يستفيد منها المستثمر وما هي الحقوق التي يستفيد منها الدولة، بحيث أنه في حالة لم يقوم المستثمر بأداء العمل بالشكل المتفق عليه بعقد التأجير تقوم الدولة بأحد الشروط التي توجد بعقد التأجير بإلقاء العقد أو تحويل العقد لمستثمر آخر. أيضا هنالك أساليب للبناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية، والمقصود فيه أن هنالك تراخيص تمنح من الدولة لبناء بناء النادي، وبعد أن تبني النادي يعني تمنحك في بداية أرض ثم تمنحك حق التملك، وبالتالي تقوم بعمل الاستثمارات الرياضية عليه، وتعطيك أيضا حق التشغيل والمشاركة بالأنشطة الرياضية ودخولك بالقطاع الرياضي الاستثماري كشركة اقتصادية داعمة للمجال الاقتصادي في الوطن. وبعد أن يتم عملية الأسلوب البناء والتملك والتشغيل يمنح لك الترخيص كنقل ملكية من الدولة إلى المستثمر، أو أن يكون فقط أسلوب بناء وتملك وتشغيل، يعني أنا أعطيك كمستثمر أنك تقوم بعملية البناء والتملك والتشغيل، وفي نهاية الأمر سوف يعود المشروع للدولة، أما إعادة بيعه مرة أخرى أو عملية طرحه أو جعله نادي عام تدعمه الحكومة بشكل خاص.